بالأنوار لاقانا، تصدع الشرك والأصنام مقدمه، وزلزل الله بالمختار أوثانا، وأغرب الله هادينا بقدرته، ليثبت الله بالتوحيد كفرانا، فحجة الدين بالتحقيق في شمم تلقب الناس بالإقناع برهانا. بمولد الخير والمعروف سيدنا محمد البر عم سعد أكوانا، ستبلغ الأرض كل الأرض دعوته، ليبلغ الناس بالتشريع إحسانا. ربيعه العذب شهر البر أسعدنا، بروضه الطيب بس العبق ريحانا. تبارك الله ذو الآلاء باركها، وثبت الله للإسلام أركانا. بأحمد الخير يوم الحشر شافعنا، لأجله الحوض يجري الماء ريانا. لواءه الحمد في العلياء ذروته، من خصه الله يلقى فيه رضوانا. حفاه ذو الفضل أفضالا لأمته، فخر بالعرش يدعو فيه رحمانا. لينقذ الخلق من نيران، لينقذ الخلق من نار تحرقهم، فبدل الله بالتحريق غفرانا. يا دعوة الرسل، رسل الله حققها، رب الوجود فجاء النور وافانا. اهلا وسهلا خير الخلق اسعدنا، هذا اللقاء اله العرش اعطانا. ما زلت بالشعر رغم العجز امدحه، هل يبلغ المدح خير الخلق انسانا. في رجبة الوهم ادعو الله خالقنا، الا له الحمد بالانعام منانا. فحقق القصد في الفردوس جيرتنا، بسيد الرسل نرجو الاب حنانا. كذلك الان اهل البيت كلهم بجنة الخلد نلقى الكل جيرانا، ونشكر الله رب العرش ادخلنا مداخل العز فيه الروضة، اهدانا ثم الصلاة على الهادي وعترته. ما صاحب الزهر بالروضات، افنانا كلكم سمع علي. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تحل بها عقدتنا، وتفرج بها كربتنا، وتنقل بها وحدتنا، وتقضي لنا بها الحوائج، وننال بها الرغائب، وتشفي الخواتيم، تشفي الخواتيم. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الآفات. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تصحح لنا بها النيات. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تهدي لنا بها البنين والبنات. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تهدي لنا بها البنين والبنات. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تهدي لنا بها البنين والبنات. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تجلب لنا رضا الوالدين والوالدات. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تكفر بها عنا السيئات. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تثقل ميزاننا بالحسنات. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تدخلنا بها في الجنات في أعلى الغرفات. اللهم اجعل سيدنا محمد راضيا علينا. اللهم اجعل سيدنا محمد راضيا علينا. اللهم اجعل سيدنا محمد راضيا علينا. ولا تجعله يا رب غاضبا منا. ولا تجعله يا رب غاضبا منا. ولا تجعله يا رب غاضبا منا. واجعله يا رب مقبلا علينا. ولا تجعله مدبرا عنا. واشفنا من يده الشريفة، من حوضه المبارك، شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، بمجدك وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا ملاذ العاصين، يا غياث المستغيثين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين الوجلين المضطربين. نتوجه إليك يا الله في هذه الساعات المباركات، نسألك يا الله أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا أسيرا مسلما إلا فكته، ولا جنديا مسلما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته. اللهم اجعل شفاءنا بالقرآن الكريم،
اللهم اجعل شفاءنا بالقرآن الكريم. اللهم اجعل شفاءنا بالقرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أبصارنا ونور أفهامنا. اللهم ذكرنا منه ما نكفينا وعلمنا منه ما جهلنا. اجعله يا رب شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم. اللهم اعدنا بالقرآن الكريم. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن الكريم. اللهم ارزقنا واولادنا حفظ القرآن الكريم. اللهم نورنا بانوار القرآن الكريم. اللهم ارزقنا بكل ألف في القرآن ألفة وبكل باء بركة وبكل داء توبة وبكل داء ثوابا وبكل جيم جنة عرضها السماوات والأرض وبكل حاء حبا لك يا الله وحبا لكتابك يا الله وحبا لحبيبك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 شربة هنيئة مليئة لا يظمأ بعدها أبدا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا دائما ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل اللهم ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مآلنا ولا إلى النار مآلنا ولا إلى النار مآلنا ولا إلى النار مآلنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. إلهنا هذا شهر ربيع الأنور هذا الشهر الكريم يا الله أنزلت فيه من هو رحمة للعالمين. ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله. اجعلها ساعة استجابة اجعلها ساعة استجابة لا تفرقنا من هذا البلد يا الله في لب مفتوح وزيارة لا تبور وانفراح في الصدور وتيسير في الأمور وفي جنان أعلى القصور وصحبة سيدنا الرسول. إلهنا أكرمتنا جعلتنا للنبي جيران أكرمنا بالصحبة يا حنان يا منان أكرمنا بالصحبة يا حنان يا منان. إلهنا وخالقنا ومولانا منك حاجات وحاجات وأنت قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات أقضي لنا الحاجات يا قاضي الحاجات أقضي لنا الحاجات يا قاضي الحاجات أقضي لنا الحاجات.